ليالي لبنان عندنا طبقتين، الطبقة الأولانية بتبقى نص كوباية من السميد الناعم عليها 3 كوبايات ونص من الحليب، تقدري تقسميهم حليب ومية مفيش مشكلة، معلقتين كبار من السكر، معلقة كبيرة من مية الورد، ومعلقة صغيرة مستكة مطحونة إذا متاح. الطبقة التانية 1.5 كوباية كريمة خفق اللي هي كريمة الحلويات السايلة اللي بنضربها، أو كريم شانتيه باودر عادي، ده أو ده المتاح عندنا إيه هنشتغل بيه. هنحط عليه علبة قشطة من المعلبة، ومعلقتين كبار مية ورد برضو، ومعلقتين كبار سكر، ورشة مستكة إذا متاح، وشربات تقيل بارد ده عند التقديم. أول حاجة بعملها إن أنا باخد الحلة وأحط عليها السميد كده، اللي هو سميد البسبوسة، دقيق السميد الناعم بتاع البسبوسة، أحط اللبن على السكر على المستك، نجيب مضرب عشان نقلب الكلام ده ونحطه على النار لحد ما يربط. على النار الخلطه دي بتبقى عامله زي المهلبيه كده، هتتقل وبعدين ايه كده وصل للقوام اللي انا عايزاه، على نار هاديه من غير ما نحرقه، يربط براحته عادي، ياخد وقته علشان يوصل للقوام ده، ما يبقاش تقيل قوي. لو زودتي سميد وقلتي اصله مش عايز يربط، اصله مش عايز يربط، هتلاقيه كلكع وبقى طبقه مش كريمي خالص بعد ما يبرد كمان. اوكي، ده كده القوام، بنحطه في البايركس كده، اي حاجه يعني عندكم، ازاز مش ازاز زي ما انتوا عايزين. وبعدين بنسيبه يبرد خالص خالص، بعدين بندخله التلاجه، وبعدين بيبقى كده. اوكي، بعد ما بيبرد بندخله التلاجه وبيجمد، بيمسك زي المهلبيه. الطبقه الثانيه بقى ادي الكريمه، عايزين نحط ده زي ما اتفقنا، ممكن تبقى كريمة مضروبة أو حطينا كريم شانتيه مخفوق برضو عادي. القشطة، مية الزهر أو مية الورد، سكر، رشة مستكة إذا متاح عندنا مستكة، وبعدين نعمل ايه بقى؟ نضرب الكلام ده مع بعض. واحنا عندنا المضرب الكهرباء صح؟ موجود؟ بنعمل ايه بقى؟ يا اما احنا حاطين الكريم شانتيه الباودر ميكس مع ده فبيبقى القوام اتقل شويه، او لو شغالين بكريمه لباني بس اللي هي كريمه الحلويات بيبقى القوام شويه مش قوي قوي، فما تقدروش تشكلوا بيه، ما تحطوش في كيس حلواني. اوكي، فانا عشان هي سايله وطعمها هيبقى تمام وزي الفل، هنعمل كده، هنحط الطبقه الثانيه من غير تشكيل، عشان هي يعني مش شرط، موضوع التشكيل ده مش شرط خالص. حط الطبقة التانية كده، وأهم حاجة بقى تسقع كويس قوي، تسقع يعني مش تتجمد بس تسقع، تتاكل ساقعة بتبقى تحفة. ادي الطبقة التانية، وبعدين بيتقدم معاها بس على يعني لما بتتقطع وبتبقى جمدت كده، بيتقدم معاها شربات تقيل او عسل ابيض نحل، وبتتزين بشويه فستق كده محترمين، اذا عندنا فستق، ما عندناش يبقى خلاص بناكلها من غير تزيين. ونروح عايزه ارش بس رشه